اهلا وسهلا بكم على صفحة الميدل ايست. Welcome everyone on the Middle East group. النهارده اخر يوم معاكم الدراسات زي ما قلت لكم، والنهارده معانا دكتور محمد جمال. دكتور محمد جمال هو استاذ مساعد بقسم التدريب في كرة السلة في جامعة حلوان، وهو ايضا درب في العديد من الفرق زي نادي الجيش ونادي القاهرة ومصر التأمين ونادي الصيد. درب أيضا في منتخب القاهرة ومنتخب الجيزة. يعني الحقيقة هو منورنا النهاردة، والنهاردة دكتور محمد هيتكلم عن الفاندمنتالز في الباسكت بول. أنا دكتور، إزاي حضرتك؟ أنا بيك يا محمد، وأشكرك على التقديمة الجميلة دي. أصلا ربنا يخليك يا رب حبيبي. Today we do have Dr. Mohamed Gamal. Dr. Mohamed Gamal, he's an assistant professor in the basketball facility for the Helwan University. He also trained many teams, and one of those teams are Jaish, Cairo, Sid, and Mr. Insurance. He also, حاليا huh? وحاليا وادي دجله، ما ننساش وادي دجله. Currently Wadi Degla. اي He also trained in national team of Cairo and national team of Giza. And today he's going to talk about the fundamentals. Yes, welcome coach. You can actually start. اهلا بيك ابو حميد، ربنا يخليك على التقديمه الجميله ديت المختصره الجميله قوي. انا طبعا في الاول لازم اشكر الناس كلها، يعني ان هي ساعدتني ان احنا نطلع على الموقع الجميل دوت. بشكر الكابتن ايهاب جلال ان هو مؤسس ميدل ايست. بشكر المحاضرين السابقين، كابتن ياسر احمد صديقي يعني، ودكتور عادل اخويا الكبير، وكابتن دكتور هاني نفس الكلام. طبعا كان نفسنا نسمع اول امبارح صديقنا المدرب المغربي، لكن مفيش نصيب. بشكر برضو ان الاتحاد المصري لدعمه للدراسات الاونلاين الجديده. طبعا ربنا ان شاء الله يفك الغمه دي علينا، ان احنا نقدر بقدر الامكان احنا استفدنا من القعده في البيت، استفدنا من ان احنا نقدر نشتغل في دراسات اونلاين نفيد المدربين. انا عن نفسي استفدت كتير جدا من فكر الناس وتنوع الفكر، ده شيء جديد او شيء جميل في الموضوع. واخيرا بشكر اخويا الكبير واخويا العزيز الدكتور احمد كامل، ربنا ان شاء الله يوم السلامه، ان هو ساعدنا ان احنا نقدر نظهر في هذه الدراسات وهذا الشكل. اولا كنا في بدايه الموضوع ان احنا في اختيار الموضوع، يعني قلنا ازاي نختار المهارات الاساسيه في كره السله. فاحنا انا فكرت شويتين ثلاثه ان انا ازاي ابدا او ازاي معاكم نشتغل. فانا فكرت الفكره يا رب تكون تعجبكم ان شاء الله، اللي هي ازاي اروح للملعب على طول مباشره، طبعا بتوضيح بسيط للمهارات، ان كل المدربين على ما اعتقد عندها معلومات كافيه عن المهارات وازاي تتعلم وازاي تتدرب وازاي تتدرج. ولكن انا رحت للملعب على طول بشويه دريلات، ممكن يتراوح عددها من 50 ل 60 دريل لكل المهارات، وازاي ربط ما بينهم، وازاي نقدر نوصل اللعيب من مرحله لمرحله، وازاي نطور اللعيب. فنبدا ان شاء الله في بدايه. المهارات الاساسيه في كره السله، اول حاجه انا اخترتها ان انا دخلت على طول في 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 تقسيم اي حاجه. انا عملت الشيرنج. سوري. ظاهر كده؟ حضرتك قفلت الكاميرا. الكاميرا اوكي كده تمام. اتفضل. اوكي، في بدايه كلامنا وفي بدايه شغلنا او الشغل اول ما بدات، عاوز اشوف اهميه المهارات الاساسيه عند اللعيبه، او اشوف القصه كلها ماشيه ازاي بره. فده مثال في التقسيم المهاري وكل الشغل لمرحله من 11 ل 15، اللي هي محور شغلنا، اللي هو المحاضره كلها او الدوره كلها قايمه على السن دوت. فهم جم قسموا الهرم التعليمي او هرم التدريب لثلاث حاجات او اربع حاجات، انا ضمنتهم لثلاثه. في فاندمنتالز اند تكنيكال دي واخده 55%، فده يدلنا على اهميه المهارات الاساسيه للاعب الباسكت.
سواء سواء هجومي او دفاعي، بحيث ان انت تقدر تبني على اساسها هرم اللاعب. لو احنا تمثلنا او تخيلنا ان ده لاعب 55% من مهارات او تكوين اللاعب 55 منهم مهارات اساسيه، ال 30% التانيين اللي هم التانيين اللي هم الاستراتيجي بتاع المدرب، بياخد اساليب ايه، بيشتغل ازاي، بيتحرك ازاي، شكل الاسلوب بتاعه سواء هجومي او دفاعي بيتحرك ازاي. الشغل التكتيك ممثل 15%. ونيجي نقول يا جماعه ان ال 15% دولت اهم، 15% دولت اصغر قيمه في هرم اللعيب. ان احنا كتير قوي ساعات بنغلط، او في بعض المدربين مش كلهم او في بعض المدربين بتغلط، بيتهتم قوي بشغل التكتيك ويسيب موضوع بتاع المهارات الاساسيه للعيبه اصلا، اللي ممكن وليكن انت بتعمل في كات وتستلم على الباسكت، هو اصلا مش عارف يستلم، مش عارف مهاره الاستلام ماشيه ازاي، فبالتالي اوريدي مش اي تكتيك هتحطه لن يصلح ولن يكون فيه شكل مشكله. هنقول ان احنا اوريدي ان اي واحد، اي لعيب مهم جدا مهارات الاستلام بتاعته سواء في الهجوم او الدفاع، واي استراتيجيه لازم تتبني على هذه الاساسيات، من غيرها ما ينفعش ابدا تبني اي حاجه. الاساس بتاع البيت، الاساس بتاع الفريق. واحنا هنقول حاجه تانية، اذا اتقن اللاعبين او اللعيبه كلها سواء بنت او ولد اساسيات كره السله، اي حاجه بعد كده تكون سهله جدا. بمعنى ان انا اوريدي لو عملت بناء اساسيات كويس جدا، هتلاقي نفسك شغال، هتلاقي نفسك بتعمل كل الاستراتيجيه بتاعتك صح، هتلاقي كل التكتيك اللي انت بتفكر صح. بمعنى تاني ان انا ممكن اقول والله انا هعمل تكتيك مثلا على مان تو مان او الزون ديفنس او ماتش ايا كان شكله، فاللعيبه لا تجيد التمرير، لا تجيد التصويب في الاخر، لا تجيد التصويب تحت الباسكت، يبقى احنا كل اللي بنيه دوت ملوش اي قيمه الا في وجود الاساسيات دي كلها. وعلى سبيل المثال مثلا لو قلنا كلمه تصويب، يبقى لازم احنا بنتكلم على رجليك ماشيه ازاي، ثاني اللصاق، موضع ايديك، زوايا الذراع مهمه جدا والمتابعه هنشرحها قدام بعد كده بالتفصيل. زي مثلا في مهارات ثانيه ممكن تشتغل بيها، زي مثلا زي جامب ستوب، بيفوتنج فاول، فوت وورك، كل نقطه من النقط دي عاوزه اساسيات وعاوزه تفصيلات وعاوزه ازاي تفنط كل ما هو كبير وصغير اساسا. بنبدا نشتغل، بنبدا نطور لعيبه، نبني لعيب او اللعيبه بشكل كويس. صغير قوي اهميه الكلام ده كله ازاي. فده مثال في بطوله امريكا، فمشترك فيها 8 دول، نشوف فيها ترتيب او اهميه المهارات الاساسيه شكلها ايه. لو قلنا ببساطه مثلا على الفاول شوتنج، الرميه الحره، الرميه الحره لوحدها، تخيل امريكا مثلا تحت 16 سنه، الدراسه دي تحت 16 سنه انها اتعملت، نسبتها 49%، تيجي وراها كندا 35، لغايه ما توصل في الاخر حوالي 17% او 18% نسبه. تخيلوا لو هو بيشوط 100 شوطه الفريق كله في المباراه بيجيب 49 شوطه. لو مثلا نتكلم على البرازيل او اي فريق من الفرق دي، نفس القصه، هيبان اهميه المهارات دي كلها. خدت حاجه ثانيه برضو بسيطه جدا على التيرن اوفر، سوري على التيرن اوفر ديت، ما سوري دي مكتوبه مش مظبوطه، على التيرن اوفر هتلاقي اقلهم طبعا هيكون يو اس اي في ترتيب الارقام، في الترتيب العام هيجي البرازيل رقم واحد، 135 تيرن اوفر في البطوله كلها. تخيلوا لو ال 135 دي قلت بقت 90، ممكن هتلاقيها في الدول المتقدمه في وسط الدوري او وسط الكامب دوت او وسط الحاجات اللي احنا شغالين بيها، بحيث اللي يبقى احنا بنفضل المهارات الاساسيه واهميتها داخل البطولات. كل ما انت عندك تيرن اوفر اقل، هتلاقي عندك نسبه تحسن كويس قوي، انت تقدر ممكن تحط سكور كويس قوي، او تقدر تحط او ميس باس بتاعك مش يبقى اقل، هتلاقي نفسك بتروح الباسكت كويس، هتحط اهداف، هتكسب اي مباراه. واحنا نشوف حتى الدوري بتاعنا اللي احنا تحت 16 سنه مرحله، ممكن الفريق ممكن ايكوال جيم فرق باسكت او 2 بونت او 5 بونت، هتلاقيه مضيع كام بونت، هتلاقيه مضيع مثلا 17 18 فاول شوتينج، او تيرن اوفر مضيع 20 تيرن اوفر. يبقى احنا اذا اهميه المهارات الاساسيه دي بتفضلها بتشتغلها. وانا اقول كلمه صغيره قوي، كل المدربين مصر، كل المدربين العالم مر عليها مدربين، يعني احنا
وانت بتلعب مر عليك مدرب، مين المدرب اللي اثر فيك تاثير قوي جدا اللي هو علمك تكنيك على مهارات اساسيه؟ لازم تكون انت المدرب ده، انت فكر الراجل ده عمل معاك بتبدا تشتغل بيه وتقدر تشتغل. نبدا نخش في الموضوع بتاعنا، ايه المهارات الهجوميه بدون كوره؟ وقفه السد الهجوميه، الجري، توقف، ارتكاز، الوزن، دي كلها دي مهارات بدون كوره بتؤدى من اللاعب من غير كوره. نخش تاني في المهارات الاساسيه اللي هي بكوره، هنلاقي مسك واستلم الكوره، هنلاقي محاوره، هنلاقي تصويب، هنلاقي تمرير، هنلاقي المتابعه، وما ننساش المهارات الدفاعيه اللي هي الحركات الدفاعيه، حركات القدمين الدفاعيه، ووقفه الاستعداد والمركز الدفاعي بتاعك. تعال نتكلم في اول حاجه اللي هي تريبل ثيرد بوزيشن، التعليم بتاعها وقفه الاستعداد الهجوميه بقدر الامكان اللعيب يجدها كويس قوي، يعمل فيها بزوايا جسمه سواء ركبتين، ايدين، ماسك الكره ازاي، عينيه ماشيه ازاي، واقفه ازاي. هتعمل الكلام ده صح، هتعمل جود شوت، هتعمل جود باس، هتعمل جود دريبل، هتعمل جود فيك، هتعمل جود اي حاجه تعملها من خلال الوضع ده. لو انت او اللاعب بتاعك لم يجيد هذه المهاره اللي هي البسيطه جدا بسم الله الرحمن الرحيم دي او مهاره، يبقى هو مش عارف يباص كويس، مش عارف يشوت كويس، مش عارف يعمل دريبل كويس، ان الالتزام بتاعه غير مقنع او غير صحيح. لو الالتزام بتاعه مش على قدمه مثلا او مش على رجليه بطريقه صحيحه، ممكن يعمل ووك، ممكن يعمل مارشي. لو هو مش ماسك الكوره صح في وضع كويس، ممكن اي لعيب مش ماسكها كويس هتلاقي اي مدافع بيعرف ياخدها منه كويس جدا ويتحرك. هنيجي نخش في الدريبل او تقسيمه الدريبل بتاعنا، دي المهاره الثانيه اللي هنخش فيها، بتقسم الى ثلاث حاجات. اول حاجه في خط مستقيم، في تغيير السرعه، في تغيير اتجاه. تغيير اتجاه عندنا حوالي ست مهارات المفروض اللاعب لازم يجيدها كويس قوي. كروس اوفر، بيهايند تو باك، ان اند اوت، بتوين ليج، بيفوتينج، وريتريت. دي مهارات لازم المدرب عارفها كويس قوي وعارف شكلها ازاي عشان يقدر من خلالها نبدا نشتغل. انا دخلت على طول الملعب ازاي نعمل دريلات على طول على الدريبل. اول تدريب عندي ان احنا عندي مجموعتين، المجموعه الاولى ناحيه اليمين، المجموعه الثانيه على الشمال، عندي قمعين وبعد كده بيبدا تصويب على الباسكت. فمن خلال القمعين دولت انا اقدر من خلال الشغل دوت البسيط ممكن اعمل من الشكل ده 100,000 تمرينه من الشكل دوت. بمعنى اللاعب هنا بيعمل دريبل يمين، بعد كده يعمل كروس اوفر، بعد كده يعمل كروس اوفر مره ثانيه ويطلع على الباسكت. بشكل ممكن الكروس اوفر ده نحط الست مهارات اللي احنا خدناهم في الدريبلنج اللي هنا دي ويبدا تنوع فيهم، او تعمل ميكس ما بينهم، او تختار نوع معين اللي هو اللي انت مثلا شغال عليه، او انت تقدر من خلال الفكره كلها ان انت ايه اللي انت شايفه مش كويس وتشتغل عليه. الدريل الثاني نفس القصه، ممكن نشتغل مهارات بس بشكل ثاني. اللعيب رقم واحد مثلا بيعمل دريبلينج، عند القمع الاولاني بيعمل باك، بيعمل ريتيت، بيعمل دريبلينج مره ثانيه، بعد كده ممكن يعمل باك عند القمع الاخير، بيعمل دريبلينج مره ثانيه ويعمل لي اب شوتينج. هنا ممكن اقول ان احنا بنتكلم على التدريبات ديت بشكل معين، بمعنى ان انا اقول ان التدريبات دي كلها ممكن اغير من شكلها. بمعنى الدكتور محمد بيقول والله هي بيعمل دريبل كروس يمين وكروس شمال ويحط لي اب شوتينج، ممكن استخدمها في الاحماء كاحماء فريق عامه جوه التدريبه، او ممكن استخدمها في بدايه التدريب بتاعي، ممكن استخدمها كستارت تدريبه بتاعتي ان انا اوريدي بسخن اللعيبه بدل ما نجري حول الملعب يبقى شكل ممل شويه للعيبه، ممكن ابدا اشتغل الحاجات دي الفينشنج بتاع كل حاجه. الزوايا بتاعتي بتاع التصويب ممكن اتحكم فيها زي ما انا عاوز، بمعنى يعني في الدريل الاولاني من هنا ده سلم عادي جدا اللي اب شوتينج دخل بزاويه 45 درجه فكل الناس عارفاها وكده. لا انا ممكن اصعب الدنيا لو حطيت قمع هنا زياده تعمل كروس اوفر من سلم يمين العكسي او بيز لاين او تعمل جامب ستوب، كده ممكن تعمل جامب شوت من هنا من ميديم صغير قوي، او تعمل اي كان شكل من الاشكال. هنا ممكن انا بتحرك فيها ان خدت الدريل الثالث غيرت شكل الفكره بتاعت الدريبل، بمعنى اللعيب بتاعي لعيب قدام بعض، خدت مثالين لعيب رقم 3 واللعيب رقم 4 واللعيب رقم 7 واللعيب رقم 8 بيتحركوا عكس بعض،
يجي قدام بعض بالظبط ويعمل تغيير اتجاه الكوره ايا كان تغيير شكله ايه. ممكن انا كمدرب او كوتش بيبقى شغال شايف والله اللعيبه كلها بيعملوا دريبلينج بشكل بسيط، لا ستوب نعمل تغييره في النص بيبقى شكلها كروس اوفر سريع، هنا بتعمل بتوين، هنا بتعمل في النص مثلا بتعمل بيهايند، بتعمل اي شكل او اي نوع من الدريبلينج ممكن تشغل بيه ممكن تسخن بيه، وخاصه ممكن في المراحل اللي هي في بدايه الموسم ان انت اوريدي بتعمل مراجعه على جميع المهارات، يبقى بشكل معاك كل واحد مع كوره الملعب كله ممكن تفتح الملعب كله، يعني ممكن تعمل نفس الدريل على الملعب كله، عاوز تجريهم بشكل معين تقدر من خلالها تنوع بالشكل الدريبل بقدر الامكان. هنا انا خدت برضو خدت نص ملعب اللي هو المحطات دي كلها 1 2 3 4 لغايه رقم 8، كل محطه منهم ممكن اغير نوع دريبل او اغير شكل من اشكال الدريبل اللي انا عاوزها. ممكن اقول من سبرنت من هنا من واحد لغايه المحطه الاولى يعملها فول سبيد، من واحد لاثنين ميدل سبيد، من ثلاثه لاربعه يعمل مثلا كروس اوفر سريع، من ثلاثه لاربعه يوصل بمسافه معينه، يرجع لخمسه ويبدا من خمسه لسته يعمل شكل من اشكال الدريبلينج، ومن سته لسبعه يشتغل كروس اوفر او يعمل اي حاجه ويبدا يخلص تصويب برضه لي اب شوتنج بشكل من اشكال برضه انت ممكن كمدرب ممكن تغير من اشكاله، بحيث ان انت مش كل مره تعمل نفس التدريبه، لا انا النهارده خدت الشكل دوت، لا انا المره دي عملت لي اب شوتنج عادي، المره اللي وراها التدريبه اللي وراها التدريبه هي بتراجع على الدريبلينج وبتخلص مثلا بتخلص البيز لاين تحط باسكت شمال جامب شوت جامب ستوب اللي انت عاوزه بقدر الامكان اللي انت بتوصل من خلال الشكل دوت وتحط منه دريلات كتير وازاي تركب من دريل لدريل عشان تقدر توصل للهدف بتاعك. قبل ما اوصل للدايه انا في حاجه لازم اقولها ان انا اي تمرين او اي شكل اشكال لازم احط هدف ليا، الهدف بتاعي مش اللي اب، لا انا الهدف بتاعي الدريبلينج، انا مهتم جدا بالشكل ده، انا مهتم جدا بالمحطات اللي بيمر بيها اللعيب، على اساسه ببدا اشوف ايه الحاجه اللي هي عندي مش واضحه، ايه الحاجه اللي عندي مش اللعيبه فيها عندي مش كويسه، بعمل ستوب وبراجع عليها مره ثانيه بشكل نموذج انا بعمله كلعيبه، او اشوف لعيب مميز جدا في المره دي يقدر يعملها نموذج، يبقى انت بتشجع اللعيب ان هو يبقى قائد، بتشجع اللعيب ان هو يكون بيمشي كويس بشكل معين في الحركه دي. بعد كده بنبدا الدريل اللي وراه، ببدا احط الدريل بشكل مختلف شويه، لا المره دي انت معاك ديفنس، انا بشتغل بطول الملعب التمرين اللي احنا يعني كلنا بنحبه نحطه اللعيب المهاجم مع الكوره، اللعيب المدافع بيتحرك معاه، اذا حطيت نقلت اللعيب بتاعك من وسط معاه كوره بس وبيشتغل يمين وشمال براحته ويشتغل هنا لوحده براحته، لا انا بحطيت له دفاع عشان اعمل له زي مشابه المباراه في ديفنس، الحركه الاول كانت براحته جدا وبيشغال منتهى الارتاحيه من غير ستريس من غير اي حاجه، لا هنا اتحط تحت لود تاني اسمه ديفنس. انا هنا ممكن احط الديفنس، انا حاطط كتب حاطط تحت الدريل، ممكن احط المدافع ده ليه ثلاث اشكال، ممكن يكون سلبي تماما عشان اقدر اصلح اللعيب الاولاني بتاعي اللي هو شكله مع كوره لما بيشتغل في اتجاه دوت لازم اقول له يعمل دريبل شمال بعيد عن الكوره بعيد عن المدافع، وط الدريبل قوي لما اعمل كروس اوفر او اعمل تغييره لازم اغير الشكل تغيرت الحركه نفسها. من هنا تبدا توضح له كل جزء بتعمل فيها تغيير ملعب، اقدر من خلالها اشوف ايه الحاجات اللي بتقع فيها اللعيبه عشان اقدر من خلالها ابدا اصلح. احنا المرحله دي نقعد الساعتين كاملين تصليح من غير زهق من غير اي حاجه، صلح 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 ونستوب نعيد تاني مره واثنين وثلاثه. لما هنا تحط هنا سلبي بشكل معين في الاخر بيخليه يحط باسكت في ايماع في النص اسمى الملعب بالطول، ممكن هو راجع بيعمل العكس في الاتجاه الثاني بحيث ان انا ارفع كفاءه اللعيب ومعاه كوره جدا بشكل مختلف، بشكل ان هو يقدر من خلال يقدر يتعود ان هو بيعمل دريبلينج بشكل معين تحت ضغط بشكل سلبي مره ممكن ايجابي بشكل 50% وفي الاخر ممكن اقول له 100% ايجابي
عشان اقدر احطه. انا كده نقلت اللعيب بتاعي من نقطه لنقطه، علمته دريبل، دريبل مهارات شويه، وكده حطيته في شكل شبه المباريات بتاعتي او شكل التقسيمات اللي انا بعملها، من خلالها اقدر اوزع الشغل بتاعي ده. التمرين اللي وراه برضو حبيت ان انا احط اللعيب بتاعي تحت ستريس اكتر من كده. طب ليه يا جماعه حاطين؟ كل ما انت تحط اللعيب تحت ستريس اكتر، ان ممكن الموقف ده نادرا ممكن يبقى في الملعب فيه، لكن ممكن يحصل. بمعنى ان انا اوريدي شغال فيه اثنين ديفنس، شغال مع لعيب برضو بحط له ثلاث اشكال. اثنين سلبيين تماما ما يتحركوش، وانا بقعد فيها فتره اكتر من اللعيب الدريل اللي هو الدريل رقم 5، بخليه سلبي كتير عشان يتعود ان في القوه بتاعت الدريبلينج بتاعتي تبقى اقوى، ان لو غلط غلطه هتلاقي الكره في ايديهم. لا ستوب، هنا غلط، هنا عملت، هنا سويت، هنا عملت، ابدا اشتغل، روح تعالى. لازم احنا 24 ساعه شغالين في التمرين، ساعتين ان احنا شغالين كل مره ستريس، كل مره نتكلم، كل مره نقول والله الدنيا شغاله ازاي، كل مره الدنيا اخبارها ايه، وكل مره نقول ستوب نغير ونصلح، نقول ستوب ونغير ونصلح وهكذا. ان كل ما تحط اللاعب في اجواء قريبه جدا من المباريات، هتلاقي نفسك في نفس التايم، في نفس التوقيت، في نفس الشغل بتاعك، هتلاقيه بينفذ اللي انت علمته له. ما تطلبش من اللاعب بتاعك ان يعمل حاجه انت اصلا ما علمتهاش ولا دربت عليها ولا قربته من الجزء ده. طبعا التوفيق من عند ربنا رقم واحد، لكن انا بقول الشغل اللي انت ما تطلبهوش من اللعيب الا اذا انت طلبت منه. حاجه ثانيه برضو شغلت في دريل 7 دوت، انا التمرين دوت يعني قد يكون لو انت عندك عدد كبير قوي من اللعيبه، تبدا مش كل مره ابدا من كورنر، مش كل مره ابدا من كورنر، يلا مجموعتين من كورنر نبدا نشتغل. مجرد تنويع ان انت بتشتغل هنا، حاطط اللعيب الاولاني دوت بيشتغل ادقمع 2 3 4 5 6 7 اجماع في كل جروب، النص الثاني ده برضه هيكون فيه 7 اجماع بنفس الشكل. هنا بيشوف، هنا بيتحرك ما بين الاجماع كروس اوفر ولا بتوين ولا انت اللي بتحددها، وانت اللي تشوف بقدر الامكان اللي انت تقدر من خلال الشغل دوت تبدا تشوف كل تمرين يبقى عندك دوسي، عندك دفتر، عندك كشكول، عندك اجنده، اي حاجه. المهم تقول انت بتقيم التدريبه دي، والله اللعيبه دي ادت بشكل كويس، اوكي تمام، ايه الحاجه اللي ممكن تعطلت ما في النص، او الحاجه اللي كل مره سي مثلا اللعيب بوزيشن 1 2 او 3 او 4 5 وقعوا فيها في الدريبلينج، ستوب. يبقى التمرين اللي وراها بعمل على ستريس وببدا اشتغل عليها بمستويات، سواء فردي زي دوت او التمرين اللي قبليه بديفنس واحد او بتو ديفنس، ان انا اقدر من خلالها اوصل اللعيب من نقطه زيرو الى نقطه اعلى شبيهه بالمباريات او شبيهه بالجيم. بتيجي المره دي بشتغل 1 اون 1 بشكل برضو بنفس المجموعات ديت، بس بشكل مختلف. هنا اللعيب عندي واحد بيقوم بيعمل مثلا خطوات ديفنس، بيجري سبرنت، اي حاجه، بيقف عند السنتر بتاع دايره النص، واللعيب المدافع بيعمل نفس الكلام ويبدا يشتغل 1 اون 1 في الاتجاه الملعب هذا اللي هو الباك عندي. لو فرونت يبقى في 2 و2 بيشتغلوا برضه نفس الكلام، جري سريع او خطوات ديفنس او اي شكل اشكال الشغل البدني، وبرضه يلتقوا في السنتر، ممكن يشتغل 1 اون 1 في هذا الشكل في الفرونت الملعب الكورت بتاعي نشغل، وثلاثه واربعه، ثلاثه يبقى هنا واربعه يبقى الناحيه الثانيه، وهكذا نقدر نشغل الملعب 1 اون 1 بشكل جديد تحت ستريس. وهنا ممكن اقول ان احنا بشترط على المدرب، بشترط على اللعيب المهاجم ان هو يخلص الهجمه دي في اقل مثلا من 3 4 ثواني. يعني مش شرط زي التمرين الاولاني اللي عملنا الالبو بعد كده اللاين وبعد كده الميدل بعد كده اللاين بعد كده الميدل وحط باسكت في الاخر، لا انا هنا بشترط عليه ان انا اشتغل دريبلينج سريع جدا، وازاي اعدي منه، حتى لو تعدي منه في الستارت انت برضه حطيت اللعيب بتاعك في شكل من اشكال المواقف اللي ممكن تحصل، ان استلم ولازم اعدي بسرعه جدا من دربلية واحده، اعدي احط باسكت
اوكي تمام. يبقى هنا بتعلمه الجراءه ان انت بتقول له فين رجلين الديفنس لقدام، عد من ناحيتها. ليه؟ اللي احنا اتفقنا ان مركز ثقل الجسم بتاع اللعيب اللي هو حاططها على اللعيب اللي ورا لو انت نقلت في رجله، نقلت الكوره في اتجاه رجله الخلفيه، سهل جدا المدافع يتحرك برجله حتى لو 20 سنتي، يبقى هو كده برضه جابك، او هو بالبلدي كده انه لحقك او عمل ليك لحق. لكن عكس لما تحط الدريبلينج او مركز ثقلك انت كلاعب مهاجم في اتجاه رجله اللي قدام اللي الاماميه، يبقى صعب جدا ينقل رجله الاماميه. بدل ما ياخد خطوه لو هو حركته ابطا، يبقى انت الدنيا كده بتشتغل بسرعه ويتعرف تعدي. يبقى انت هنا ممكن تدريب واحد ينفع تحط له كذا هدف. هدف الاولاني 1 اون 1 ممكن تحط له تشتغل دريبلينج عادي جدا، ممكن تشترط عليه الزمن بتاع المباراه او زمن التدريبه، انت عاوز تعده في خلال ثانيتين ثلاثه تحط باسكت. انا ما يهمنيش الديفنس يعمل ايه، ده مش هدفي خالص، لكن الهدف عندي ان انا اشتغل بالدريبلينج ازاي واشتغل بقوله. ده جهاز الفيرتماكس في بعض الانديه موجوده فيه، يمكن اشتغلت انا في بعض الانديه اللي موجود فيها الجهاز دوت. ازاي انا كمدرب استفيد من بعض الاجهزه الموجوده داخل الانديه بحيث ان انا اقدر اشتغل عليه فيرتماكس دوت، اشتغل عليه اداء محوره، ان انا اوريدي اللعيب بيتمسك في وسطه باستد من ذا دوت، وده الواير ده في دور واير مطاط، بيبقى مثلا تبدا الستارت من هنا بيشتغل كورتين ثلاثه ويرجع ثاني، يشتغل كورتين ثلاثه او ثلاثه اربع متر ويرجع مره ثانيه وهكذا. من الاجهزه الجميله، وفي بعض الانديه جابتها زي نادي الصيد اشتغلنا عليه فتره من فترات، في ناس كتير اشتغلت على دراسات وعملت نتائج مبهره ان احنا ازاي تطور اداء المحوره او اداء الهجومي بتاع اللعيب بحيث انت شعري. طيب انا نادي فقير وما عنديش الجهاز دوت وما عنديش الامكانيات دي، اقدر اطور. عندي حاجه تانية ان انا ممكن اجيب الاساتك اللي هي المطاطيه دي، كل لون بالالوان ديت ليها مطاطيه معينه، ليها مستوى معين مطاطيه، ابدا بالضعيف في المتوسط في الاقوى في الاقور، بحيث ان انا اقدر بقدر الامكان ان انا اشتغل احط اللعيب تحت ستريس مهاري لوحدي، واقدر احطه تحت ستريس فيزيكال من خلالها اقدر اطور اللعيب. ده من خلال ده الدريبلنج ببساطه. بس طبعا انا كان نفسي اشرح اكتر من كده دريلات، ولكن طبعا لضيق الوقت ان احنا قدامي ساعه، ان انا اقدر من خلالها اقدر بقدر الامكان الم معظم او بعض المهارات اللي انا عملت عليها بعض الدريلات. هنيجي نخش هنا في الفوت ورك. معانا هنا عندنا التوقف، نوعين، توقف بقدم او بقدمين من مش، او توقف بجري بقدم واحده او بقدمين من وثب. طيب التوقف ده من المراحل او اللي احنا الحاجات المهمه جدا. لو احنا نشوف نرجع تاني صفحه قلناها على التيرن اوفر، ممكن لعيب عندي يعمل ووك، ممكن لعيب عندي يشتغل ووك في كذا في الماتشات، مش لعيب واحد طبعا، انا بتكلم على الفرقه كلها. لو بفترض ان كل واحد عمل ووك واحد بس، بفترض هتلاقي عندك خمسه ووك في الكوارتر الواحد او في المباراه كلها، خمسه ووك يعني ب 10 بوند، وانت خسران طالع خسران 4 بوند. اذا لو المهاره دي برضو عملت عليها شغل كويس وعملت عليها جاب كويس، عملت فيها انتاج كويس، هتلاقي التيرن اوفر بتاعك بيقل. كل ما تعلي المهارات الاساسيه، عمل علاقه عكسيه ما بينهم، كل ما تعلي المهارات الاساسيه بتاعتك كل ما قل التيرن اوفر بتاعك. نيجي في حاجه ثانيه اللي هو الفوت ورك، نفس الكلام. النوع الثاني الارتكاز بيفوتنج بتاعتك، في فرونت بيفوت في باك بيفوت، احنا بنشتغل في الاثنين او في القصه دي كلها. انا عن نفسي كمحمد جمال بحب جدا قوي ان اعمل ستريس كويس جدا للمهاره بتاعتي، وخاصه الشغل بتاعي او الارتكاز مهم جدا. اللعيب 16 سنه لعيب 16 سنه، ان احنا يعتبر احد نجاح اي مهاره الاستلام ازاي. لو استلم صح هيعمل تريبل ثيرد بوزيشن بتاعنا، هيروح للباسكت ازاي. فانت كمدرب لازم تنوع له، انا منوع كذا حاجه، انا منوع الاستلام، ممكن يكون ورم اب بالنسبه لك جوه التمرينه او جوه ماتش، ممكن يكون تمرينه اساسيه لو اللعيبه ما عندهمش بتنمي لهم عنصر الارتكاز. هنيجي في الدريل الاولاني من هنا. هنا اوريدي اللعيب الاولاني دوت معهوش كوره، دايما كل اللعيبه التمرين ده كله
كله معاه كوره ما عدا اول لعيب فقط اللي هو معهوش كوره، بحيث يشتغل تبادل سريع. بمعنى اللعيب الاولاني دوت رقم 2 بيعمل باسنج رقم 1، بيعمل هنا جامب ستوب برجل الاثنين مع بعض، وبعد كده يستلم سريع بالاستلام يروح على الباسكت لي اب شوتينج سهل جدا. خلاص اللعيب 2 معهوش كوره دلوقتي، فاللعيب 4 بيعمله باسنج ونفس الكلام، بيعمله جامب ستوب، بيعمل توقف برجل الاثنين ويروح على الباسكت سريع جدا بيشتغل عليه. نفس التمرين دوت انا اقدر اعمله على نص الملعب عشان اطول فتره الدريبل. ممكن يبقى هنا يتعمل بالشكل ده، ممكن يتعمل في نص الملعب. بمعنى نفس التدريبه نفس كل حاجه، هيشتغل عليه واحد يمين واحد شمال بيروح على الباسكت الناحيه الثانيه على الفرونت الكورت، انه يشتغل مره يمين مره شمال. اذا الملعب مش هيقف ثانيه. ممكن تعمل ورم اب، ممكن تعمله تدريبه وبرضه بنفس الصعوبات اللي احنا اتفقنا عليها، زوايا المحاوره بتشتغل ازاي او دريبلينج بتشتغل ازاي، ايه اللي انت قصده عاوز توصله للعيبه بتاعتك وتشتغل عليه. هنا استلام تاني او في ارتكاز تاني بشكل اخر او بشكل اخر، انا بفترض اللعيب واحد ده معهوش كوره بنفس الترتيب بتاعك التمرين الاولاني، بيروح بيجري في اتجاه الميدل هنا، بياخد عند الام الاولاني دوت هو ام واحد شغالين بيه، بيستلم من ثلاثه وبيستلم بشمال يمين، وبعد كده بيعمل ارتكاز امامي بيروح ناحيه الباسكت ويحط باسكت في اتجاه اليسار. نفس الكلام يبقى لعيب ثلاثه معهوش كوره، لعيب اثنين بيعمل له باسنج، بعد ده ما يجري في نص بيعمل يمين شمال، وبعد كده بيعمل ارتكاز وبيروح في اتجاه الباسكت في بيعمل لي اب شوتينج رايت. فبالتالي من هنا انت بتقدر تنوع الارتكاز بتاعك، هنا برجل الاثنين، هنا برجل واحده في نص الملعب. وده خلص خلاص؟ لا طبعا مش ينفع. نحن اوريدي في انواع تانية. طيب الصعوبه لازم تزيد شويه في دريل ثلاثه من خلال الفكره دي زي ما قلت لكم في نص الملعب. طيب انا من هنا حطيت صعوبه زياده شويه، بمعنى اللعيب رقم واحد او اللعيب رقم اثنين بيبدا ستارت جري ناحيه الامه، اللعيب واحد بيعمل له باسنج في اتجاه الامه، بيعمل هنا ارتكاز يمين شمال، بيعمل ارتكاز بيمتص حركته كلها اللي بيجري بيها في رجله اليمين وبعد كده الشمال، وبعد كده حرك نفسه في اتجاه السله بيعمل لي اب، بيعمل شوتينج، بيعمل كل حاجه. الحاجه اللي اتفقنا عليها ممكن تحط على اي حاجه تصعب الدنيا او تنوع كل حاجه، بحيث اللي انت من خلال تمرين واحد ممكن اصعب الدنيا، ممكن اسهل، ممكن ازود، ممكن اعمل اي حاجه انا محتاجها. بعد ما باصى اللعيب الاولاني اللعيب واحد ده للعيب اثنين، بيجري واحد العكس اللي بيستلم من رقم اربعه، بيعمل نفس الكلام، بيمتص جسمه يعمل يمين شمال ويشتغل عليها في اتجاه نفس الكلام. ممكن انا انوع في التمرين، بدل ما احط الام هنا في السايد ده احطه في السايد العكسي، يبقى الحركه هنا يبقى شمال يمين وهنا شمال يمين، وتحطه في اي مكان وعاوز تصعب اكتر واكتر، وهو في اتجاه السله ممكن تحط له قمع تاني نظر من خلالها، اغير اتجاهي مره تانيه، يبقى انا براجع على الدريبلينج، براجع على الباسنج، براجع على التصويب، اي حاجه انت تقدر تعملها وتصعب التمرين ولكن بشكل اخر. التمرين اللي بعد كده ممكن نصعب عليه شويه او نصعب عليه الفكره كلها، ان انا استلم بشكل اخر. طيب احنا جرينا ولفينا وعملنا في نص ملعب، طب افرض انا حاطط في التكتيك بتاعي او الشغل الخططي بتاعي ان في لعيب بيجري من تحت او بيقطع من حته لمكان تاني وبيستلم في المكان ده او بيستلم قدام ديفنس، يبقى انا لازم اعلمه ازاي بيستلم. مهم جدا، احنا كل ده بنتكلم في الارتكاز، في الاستلام والارتكاز، ازاي استلم، ازاي ارتكز رجليا. من هنا اقدر انا اللعيب ده بيجري بيستلم ناحيه دي، بيستلم شمال يمين او الخط الاحمر دوت المكان دوت شمال يمين، وبعد كده اللي انت عاوز تحطه بقى زي ما اتفقنا في اول حاجه، حط اربع خمس اشكال من اشكال الاوفنس او في اللي اب تقدر تحط عليها. بعد ما تجري او بعد ما تباص اللعيب الثاني بيجري العكس الناحيه الثانيه وبيشتغل نفس الكلام، هنا بيشتغل هنا يمين شمال ويروح عكسي، يروح يمين ديزلاين، بيحط زاويه 45، بيقف جامب ستوب، جامب شوت، بيحط اي حاجه انت عاوز تحطها له او باي شكل من اشكال
اللي اب او الفينشنج بتاعتك تقدر تحط تشغله فينشنج، ممكن تقدر تشغله دريل كامل بحيث ان انت تقدر توصل لعيبه بقدر الامكان اللي انت عاوز توصله. الدريل اللي بعد كده بحط نفس الكلام بس بشكل اخر. طيب احنا اتفقنا نستلم في النص، طب نستلم مش عارف ايه. طيب اللعيب ممكن الدريل ده ممكن يكون فيه اوتسايد، ممكن في تمرينه او في خطه من بيز لاين اللي هنا زاويه 45 في الاستلام. طب اللعيب ده جاي جري بيهرب من الديفنس وراح يستلم، هيستلم ازاي؟ بالشكل ده بيجرى، يبدا لعيب ثلاثة او لعيب لواحد يبدا جري من الاول في الاستلام من لعيب رقم 3، بيستلم يمين شمال وهوب مره واحده من الارتكاز ويجري على الباسكت في اللي يعمل لي اب سريع على الباسكت ويشتغل لي اب شوتينج. بعد ما يباصي ثلاثة بيروح سبرينت ناحية الكورة، بيستلم شمال يمين، بيعمل ارتكاز ويلف في اتجاه الباسكت في الناحية العكسية، بيحطها من النص بالميدل، بيحطها بشمال وبيحطها لي اب ليفت. عاوز تحط له إقماع هنا براحتك جدا بحيث ان انا اقدر من خلال الفكرة اجرأه ازاي يخش في بوست زون واقدر اشتغل. نفس الفكرة التدريب اللي وراها اقدر من خلالها بعمل بغير الشغل بتاعي واعمل من هنا كيك اوت لبره. اللاعب الاولاني بيجري سبرنت من هنا، لاعب واحد بيجري تحت بيجري سبرنت، وبعد كده اللاعب اللي وراه بيعمل دريبلينج سريع ويعمل لي اب، بعد كده بيحول جسمه لبره بيعمل كيك اوت لبره للاعب دوت يبدا يشوط. اللاعب دوت اللي هو لعيب رقم واحد ليه عنده اختيارات كتير، وانت اللي بتحدد له الاختيارات ديت. يعمل جامب ستوب برجل اثنين ويروح سبرنت بدريب سريع للبيز لاين، يروح بيعمل دريبلينج من هنا ويروح في اتجاه ده جامب ستوب جامب شوت او دريبل سريع يخش من الميدل بايده الشمال يحطها براحته. انت كمدرب ليك كافه الحريه ان انا اختار الحاجه اللي هي الفكر فيها او اللعب عندي وقع فيها او مش وقع، يعني تكون فيها قصور فيها شويه وبتبدا تحط عليها شغل عليها. خلي بالكوا الدريل ده هنستخدمه تاني في مهاره تانيه. نيجي هنا للشوتينج، وده هنقف عنده شويه فيها في بعض النظر شويه او نتكلم فيها، ولكن دي هتنطبق على جميع المهارات الاساسيه بتاعتي اللي انا اقدر اشتغل عليها. انا جايب هنا الصوره ديت فيها تحليل حركي للمهاره دي. المهاره دي فيها حاجه اسمها حركه تمهيديه، وهنا الجزء الرئيسي بتاعي اللي هو في الجامب في زوايا الايدين بتاعتك، زاويه 90، زاويه الريست 90، الكرة على صوابعك بتبدا تتحرك، كوعك بدا يتفرد بدا يطلع الشوط. فاعلى نقطه من عندك هنا بيبقى فيها بتبدا في اثناء خروج الكوره من ايديك، بتبدا المرحله الثالثه اللي هي بيسموها الهبوط بتاعتك اللي بتنزل فيها، بتنزل لغايه ما توقف في مكانك او توقف في البوزيشن بتاعك. انا قسمتها او مش انا محمد، يعني علم الحركه قسمها بشكل حركه وحيده اللي هي الجامب شوت، حركه واحده وخلاص على كده، بتبقى حركه تمهيديه وحركه رئيسيه وحركه نهائيه. طيب انا ليه اتكلمت في القصه ديت؟ ان عندي اغلب الناشئين على مستوى، انا اتكلم على مصر، في قصور في الجامب شوت. فالجامب شوت عامه يبقى في قصور في التصويب. لو عندي او مدرب عندي ما عندوش التخيل الحركي بتاع المهاره مش هيقدر يوصل اي معنى للاعب بتاعي. بمعنى ان هنا شكل ايدين شكله ايه في الستارت، هنا واحد كتفك على خط مستقيم، هنا في زاويه 90، الرز مع ساعه زاويه 90، الايد الثانيه مجرد تنده، انت واقف بالزوايا كلها تقدر تشوف التخيل صح. من هنا هنا في الزاويه دي زاويه جسمك مايله مثلا ازاي بأني شكل، مش عمودي، هنا وضحتها في الصوره اللي جنبها. هنا لون الاصفر دوت كل جسم اللاعب متمركز جدا على العضلات الاماميه، جسم العضلات الاماميه بتاعتك والساق. لو اللعيب دوت جسمه بقى ستريت بقى 85 زاويه 90، الحمل بتاع جسم اللعيب بتاعه وصل للظهر، يبقى اذا القوه بتاعتك مش هتعرف تعمل نقل حركي من رجلين لجذعك لدراعك، تقدر من خلالها تقدر تصعد بالزوايا دي كلها، بتقدر جسمك مايل مثلا زي بقى شاحين مع الريست مع صوابعك مع جسمك اتفرج. وهنا الزوايا انا موضحه الشكل النهائي بتاعتك تقدر من خلالها تقدر تشتغل عليها. ده شكل من اشكال برضو الخروج بتاع دراعك،
انا مفصلها تفصيل يعني الى حد ما دقيق شويه بحيث نقدر اللعيب او مدرب يتخيل الشكل المهاره شكلها ايه من خلال اداء هذه المهاره. هنا برضو نفس القصه بعد ده الصوره الاماميه انا كنت جايبها الصوره جانبيه ده صوره اماميه الدراع اليمين هو اللي عمل متابعه فولو الدراع الشمال ما بيجيش ناحيه الكوره تماما هو مجرد ساند الكوره لغايه ما توصل زاويه الخروج يبقى كده ايد الشمال ملهاش اي علاقه ايد اليمين هي اللي بتكمل بتعمل بتفرد الثلاث الاخر مع الرست في الاخر مع ثلاث اخر ثلاث صوابع اللي هم بيخلصوا الشوتنج بتاعك. طيب في مشكله من مشاكل اللعيبه اللي بتظهر ازاي انا كمدرب اوصل للتمرينه او احسن الميكانيك الحركه دي كلها. انا فكرت مش محمد يعني طبعا فكرت ان انا اختصر الخطوات دي من وضع ركود نايم على ظهرك وتشتغل شوتينج من وضع جلوس طول قاعد وفرد ايديك او قاعد واقف بطريقه مساعده دي الاصدل عليها. في من وضع الركود هنا شغال بتعمل هنا بتزق الكوره الاعلى وتنزلك تاني كيرف الكوره بتلف كويس قوي يبقى انت طلع في خط مستقيم. لو دراعك وصل الكوره وسط يمين او شمال بهذه الزوايا اذا انت بتطلع الكوره بطريقه غلط. طب التمرين ده عباره عن ايه؟ بعلم الولد او البنت ازاي الكوره بتطلع بدراعك بس يعني القوه اللي بتطلع في الاخر بيحصل نقل حركي من رجلينك من رجلين للجذع للذراع عشان ما اقدرش اشارك كل العضلات دي في خروج الكوره ما فيهاش دقه. طب انا ممكن اوقع اللعيب على كرسي ويشوط ينفع اشغل اللعيب وهو قاعد في الجلوس على ركبتين ينفع وهو واقف بيها ينفع وانا بشتغل انا محمد جمال بحب جدا بدايه في الموسم بادرب ايديك الشمال ايدين العكسيه على الفاول شوتنج ادرب عيالي على اولادي ان انا اشتغل على اللعيبه بايدي الشمال طبعا مهم جدا. دايما في قواعد كتير قوي في التدريب بيقول لك ابدا الشمال عشان اليمين تتحسن كويس قوي وده مش موضوعنا موضوع تدريب. بحط ايدين بهذه الشكل الكوره على اصابع فقط وبطريقه جوفيه هنا الدراع هنا زاويه 90 الساعد مع الريست مع الساعد زاويه 90 العضد مع الساعد زاويه 90 بتبقى شكل اشكال التصويب. طيب برضو خدت حته كده ان انا ازاي انا كمدرب اعمل تطوير للمهاره ديت بشكل مبدئي او بشكل بسيط فاخترت خمس حاجات من خلال التطوير ديت ان انا من خلالها اقدر اطور المهاره ديت وكل الناس يعني هتوافقني ولو حد في عنده اضافات تانية ارحب بهذه الافكار. اول حاجه من خلال مواقف المباريات بمعنى ايه؟ ان انا اتخيل المباراه او في وسط المباراه اللاعب بتاع الشوت جام شوت او لي اب المواقف اللي بيمر بيها اللاعب ممكن عن طريق الفيديو ممكن عن طريق الملاحظه اللي هي التسجيل لو انا في المباراه اسجل الموقف الوحيد اللي هو مثلا في اللاعب اخفى في احراز هدف منه اللاعب ده او اللاعب بتاعي اخفق في ايه من خلال هذا اقدر من خلال يدوي فيديو وتعتمد على الخبره الشخصيه بمعنى ممكن لو انا من خلال اللحظه دي اقول له جوه المباراه خلي بالك انت المره الجايه ما تيجي تشوط بص على الحلقه الاول بص على رست ايديك ما كملش رست دراعك ما كملش كل ده ممكن ملاحظات اللعيب يقولها في سوري المدرب يقولها للعيب ممكن اشتغل عليه. الزمن ايه اللي دخل الزمن في التطوير؟ انا ممكن بخلي الزمن شبيه جدا من خلال الموقف المباراه ده بحيث اخلي المدرب يقول يعني الدريل بتاعك في وقت قصير اتحكم فيها اخلي في ديفنس قدامه يجري بسرعه عليه عشان يقدر يلخمه فزمن اللعيب بتاعك انت اوريدي معوده انه يعمل كروس اوفر وبعد كده سلم مثلا يعني اذا في ديفنس جاي وراه فالدريبلينج بتاعه مليون في الميه هيختلف عن لما يكون لوحده يبقى انت دخلته او طورته بشكل موحد او بشكل قريب جدا المباراه عاوز تصعبها اكتر قرب الديفنس اكتر الاول كان من بعيد شويه عشان تحسسه شويه ان انت في ضغط نفسي عليك لا المره دي لا هقرب الديفنس لا المره دي بيخطف الكره هو اللي يروح في نفسه اكتر وهكذا. الجانب النفسي طبعا انا مش هتكلم فيه كتير غير هي واحده ان انا بدخل اللعيب في اطار المواقف الخاصه انا هتكلم في دي بس اللي هي تختار موقف من المواقف انا والله انا كل ماتش
باجي في كوارتر الرابع مثلا بخسر. طب ليه يا جماعه؟ في جانب نفسي اللعيب في اخر دقيقتين خلص من الماتش او خسرت الماتش. طيب انا هل انا دربت اللعيبه بتاعتي على المواقف دي خلال احط اللعيب تحت ضغط نفسي ان هو يحركها؟ دي حط لها دريلات او حط لها مواقف واشتغل عليها. التعب زي ما قلت هجيب مثال تاني بتاع الكوارتر الرابع. ناس كتير قوي نسبه الشوتنج بتاعتها بتقل جدا في الكوارتر الرابع عشان خلال التعب بتاعي. اللعيب بيشتغل، اللعيب بيجهد، بيعمل ريباوند، بيعمل ديفنس، بيعمل بيج سبرنتات، وفي الاخر هيشوط. هل هو اتدرب بنفس الكفاءه دي بنفس الموقف بنفس الفكر؟ هل هو فك يشتغل فيها بالدريلات بتاعتك؟ هو ده لازم المدرب يرد على نفسه ويعمل ملاحظاته عشان يقدر من خلالها يفكر فيها. اخر حاجه التدريبات البدنيه في نفس الاتجاه المهاري، ان انا اشوف هنقول مثلا الجامب شوت، الجامب شوت فيه جامب بعد كده شوت. هل اللعيب بتاعه او المدرب عمل تدريبات شبيهه جدا بالشغل دوت؟ رد وانت اعمل ملاحظه على نفسك واشتغل. اول حاجه جبناها ان هي ازاي تربط الشوتينج من خلال ربطها بمهاره اخرى زي التطور، بجزء بدني بجزء خططي انت ترشح اشتغل عليها. اخش في دريلات على طول عشان الوقت بيسرقنا. فاول حاجه او دريل اللي هي او اول جزء بشتغل بيه ازاي اربط مهاره بمهاره اخرى. الشوتينج ده في الاخر انا حاطط ايماع، حاطط الناس في نص الملعب، قمع 2 3 ويبدا يعمل دريبل شمال يمين شمال وبعد كده جامب ستوب وبعد كده شوت. القصه دي كلها انا ممكن اخلي الكونزات دي في الدريبل بتاعي، انوع في الدريبل، انوع في الشكل، انوع في جوه التركيبه نفسها. النص الاولاني ده بيشتغل في الجزء دوت، والجزء الثاني بيشتغل في النص الثاني اللي هو الباك كورت بتاعي بقدر اشتغل عليه. الجزء الثاني او الدريل الثاني ان احنا نقدر نشتغل عليها، اللعيب الاولاني اللي احنا قلت لكم هنرجع له ثاني، بعمل جاري سبرنت من ورا الايماء، بعمل جامب ستوب، وفي نفس التايمينج بيجري ورايا اللعيب الثاني بيعمل كيك اوت بره بستلم من خلالها وبعمل جامب شوت وممكن احط له اي حاجه ثانيه. الدريل الثالث انا بشتغل كل اثنين مع بعض، وده تمرين شهير جدا عندنا في مصر، ولكن انا نحط له جزئيه صغيره ربطها بمهاره ثانيه، ربطها بالارتكاز. اللعيب دوت بيستلم جامب ستوب، الحركه نفس اللعيب واحد ده جه هنا والكوره هنا، استلم شمال يمين، هنا يمين شمال، تحت استلم جامب ستوب الاثنين في المكان ده جامب ستوب. انا زي ما انا عاوز، المدرب هو اللي يقول امتى اشتغل ده وامتى اشتغل ده حسب ما اللعيب بتاعك يوصل لمرحله معينه او نقطه معينه وانت تنقله من نقطه لنقطه. المستوى الثاني من الدريل او المستوى الرابع او الدريل الرابع، ممكن انا اشتغل قدامه كمثال اللعيب رقم واحد مع الكوره، بعمل له باسنج واجري عليه سبرنت، اعمل له ستوبنج. ممكن اشتغل عليه ستوبنج بثلاث مستويات زي ما اتفقنا في دريبل. ممكن اشتغل عليه سلبي اللي هو شادو ديفنس، ممكن اشتغل عليه ايجابي 50%، ممكن اشتغل عليه 100%. بمعنى عشان يتعود اللعيب دوت ان هو مش ممكن في الماتش هيشوط لوحده في وسط الهدوء التام يستلم براحته ويرتكز ويشوط ويعمل، لا ستوب، هنا انت نقلته، انت بتعتمد ان هو اوريدي بيستلم ازاي، هنا نقلته من نقطه ان هو يستلم بالارتكاز قدامه ديفنس. عاوز ترجع خطوه في نفس الدريل ده، تحط له شاخص، تحط له ايماع، تحط له اي حاجه وسيله اعاقه بحيث ان انت تقدر من خلالها توصل له الفكر ده. الخامس ممكن نشتغل في اداء الدريل دوت بكورتين، كل ثلاثه بكورتين. اللاعب الاولاني يبدا يشوط او اللاعب الثالث يبدا يشوط الاول، بعد كده يباص الاثنين اللي هو معاه كوره، بعدها مباشره واحد يبدا يشوط ريباوند يباص الثلاثه وهكذا، بعد ما يخلص اثنين يباص الواحد وهكذا مع بعض. كل مره نبدا نشتغل في تبادل الكوره، مين معاه كوره دلوقتي ثلاثه يبقى هو ده على الدور، اثنين شوط سبرنت شوط باصي، واحد يشوط وراه، واحد يباص الاثنين وهكذا. اللي وراه اللي هو الشوتنج باباصي بيبقى شبيه بموقف الى حد، بمعنى اللاعب الاولاني بيعمل دريبلينج سريع تحت اند لاين، بعد كده بيعمل باسنج للعيب الاثنين اللي جري في نفس التايم يبدا يشوط اثنين، بعد ما يشوط بيعمل سبرنت على البوست، ياخد استلم كره من اربعه، يستلم يمين شمال ويبدا جامب شوت.
ممكن تعمله نوع، ممكن تصعب، ممكن بعد كل استلام بتعمل اتجاه بتروح في اتجاه يمين او في اتجاه شمال. بعد كده نفس التدريب اللي احنا عملناه في الاول في اللام في الارتكاز ممكن نعمل جامب شوت. هنا بقول هنا بيجري اللعيب رقم 4 يجري سبرنت بيستلم الكوره كده جاري سريع بيعمل هنا بيجري سبرنت بيعمل جامب شوت ويخلص في السايد ده. وهنا نفس الكلام هنا بيجري سبرنت بيشوف 5 بيجري يستلم بيعمل جامب شوت ويعمل باوند 8 بيستلم من 6 وهكذا. اللعيب التمرين اللي وراه قبل ما يروح نفس التدريبه ديت قبل ما يروح يستلم بيعمل في كات ويستلم نفس الفكره بتاعه المباراه. انا ممكن استلمش مع بعض، انا ممكن استلم قبلها ممكن اعمل فيك واستلم في ديفنس قدامي، ممكن ازود الصعوبه احط هنا واحد شادو ديفنس ويستلم تحت ضغط بسيط سلبي ايجابي 100% ايجابي عشان يقدر يتعود ان الستايل بيختلف تماما من هو لوحده في غير موجود مع الحاجه. نفس الدريل ممكن اشتغل عليه من نغير المكان بوزيشن بتاعي اغيره في النص او في بتغير من على البوست بعمل فيك لقدام وبطلع استلم فلاش كات. هنا بستلم واحد بعمل فلاش كات برجع سبرنت استلم اثنين بعد ما يباصي بعمل فلاش كات سبرنت بطلع استلم من ثلاثه وهكذا. كل لعيبه بيشتغلوا بهذا. يبقى احنا الشكل مجموعه واحده لكن انت غيرت من شكل التمرين على اساسه بتقول حاجه فوق في هدف كبير قوي لو شكل واحد تمرين شوتينج وهكذا. هنا بعمل باس دريل على اساس هدف كبير قوي لو استلم شوتينج في التمرين 12 الاخر اللي معاه الكوره بيعمل جامب شوت وبعد كده بيعمل سلم ورقم 2 و3 بيستعمل استلام من 5 و4 وبيعمل استلام ويشتغل ورا بعض بيستلم من 5 وبيعمل 4 من هنا وكده بيستلم او بيعمل كات من هنا سريع ممكن تعمله سلالم لي اب شوتينج او تعمل الجامب ستوب هنا وتعمل سلالم او جامب شوت اللي انت عاوزه. احنا متفقين في الفينش اللي انت عاوز تفنشه ولكن ده الستارت باصات شوتينج ده من خلال عاوز تحط جامب شوت سلالم تحط عليه ميديم شوت 3 بوينت اللي انت عاوز تشوف عليه. التمرين بعد كده انا بجزئه جزئين بنعمل باسنج برضو نفس الكلام دخلنا في اللي اب شويه عملنا اللعيب رقم 1 بيجري سبرنت يستلم من 3 بعد كده ما يستلم من 4 ويجري سبرنت يستلم من 2 بعد ما يستلم 2 بيبدا الجزء الثاني من الشغل بتاعه 2 بيبدا يجري يستلم من 4 4 يستلمه مره ثانيه 2 يباص ل 3 وبعد كده بيحط باسكت بيسلم ل 2 مره ثانيه. الدرول الثاني نشتغل بيه ممكن اشتغل عليه برضه جزئين بشكلين عشان اقدر اقول هو رايح جاي. رقم 1 من هنا بيعمل باسنج لاثنين بعد كده 3 بيجري سبرنت من ورا القمع بياخد يحط باسكت 2 بيستلم يفتح السايد بيستلم بيعمل ستارت استلام رقم 1 بعد ما يباصي بيلف مره القمع ويعمل رجوع مكان 3 وهو راجع عشان يقدر يحط ليه اب شوتنج هو رجع. بعد كده انا بربط المهاره دي او الشوتنج بجزء بدني. جزء بدني حسب انا اقول كلمه ظاهره فيها قبل ما ابدا الدريلات بتاعتها ان انا بشوف الجزء بتاعي بتاع الموسم. يعني ايه الموسم؟ طبعا احنا بدون تدخل في التخطيط والتدريب عشان مش مهمه ولكن انت كمدرب بتوزع المهاره بتاعتك على الموسم تربط المهاره ده الجزء ده الاولاني وليكن التحمل الهوائي. يبقى انا كل شغلي مربوط بجزء التحمل الهوائي. الجزء ده ارتبط بسرعه يبقى انا انقل مهاراتي كلها اللي انا بشتغل بيها اللي محطوطه في الجدول بتاعي انقلها جوه في سرعات او مسافات كبيره. ابدا تاني لو انا في جزء مثلا معين في سرعات عاليه جدا ببدا خلالها اشتغل مهارات او سرعات طبعا. ده مثلا مثال بسيط من هنا انا بجري انا واقف في نص ملعب بجري سبرنت بستلم من الكوتش وابدا اشوط سريع جدا بستلم واروح اعمل باوند اباص للكوتش اجري سبرنت نص ملعب ارجع تاني استلم من الكوتش سبرنت. هنا ممكن انوع برضو مره تانية انوع بايه؟ انوع بوجود اعاقات زي ما انا عاوز احط ديفنس احط قمع اعمل ارتكازات احط اي حاجه انا محتاجها بحيث ان انا اقدر من خلالها اشوف انا محتاج ايه
وانا اشوف ايه الدنيا ماشيه ازاي بحيث تقدر من خلالها الشغل بتاعي واشتغل. نفس الدريل الثاني او الدريل رقم 14 هو اللعيب بيجري اقسم الفريق ثلاث مجموعات او اربع مجموعات او خمس مجموعات في نص ده ونص الثاني وابدا اشتغل. انا ممكن اعمل وليكن هنا اي نوع شكل بدني، خطوات دفاع، اشتغل بطن، اشتغل ضغط، اشتغل اي حاجه من خلالها اقدر اوصل وبعد كده استلم من اللعيب بتاعي وابدا اشوط واعمل ريباوند. اللعيب بتاع رقم 2 اعمل سبرنت لنص ملعب ويعمل نفس اللي انا عملته حسب المدرب ما يقول لي عليه، اللي احنا اتفق ستوب دلوقتي هنشتغل تمرين بطن، يبدا في النص يعمل بطن ولكن يعمل رشقه، يعمل ديفنس، يعمل زجزاج، يعمل اي حاجه مرتبطه قبل ما يشوط على الباسكت. ال15 من هنا نفس الكلام، لو انا عايز اشتغل بيه تحمل يجري اللعيب كتير، اللعيب نفس الكلام كل ثلاثه بكورتين، اللعيب اللي في النص معهوش كوره، اللعيب الاولاني مع كوره يبدا يصوب على الباسكت او مبدا يصوب على الباسكت، رقم 2 بيعمل جامب شوت نفس التوقيت، اللعيب ثلاثة بيتجه في اتجاه رقم 1 يستلم منه، واحد ياخد الملعب كله بطول سبرنت يستلم من 2 وكذا، يعمل تبادل مع بعض الثلاثه مع بعض. ممكن تقسم الملعب حوالي خمس حارات في ثلاث لعيبه، يعني 15 لاعب ممكن يشوطوا في توقيت واحد او بشكل معين انت ممكن تقدر توسع الشغل بتاعك. هنا نفس الكلام، هنا بس الى حد ما ممكن تكون شغل فردي، الى حد ما انت عندك لعيبه عاوز تخليهم جود شوتر او اي مكان، بتخلي اللعيب يشوط خمس كور او ست كور او 10 كور حسب انت عاوز، تحط له الامام بتاعتك ويبدا يشوط ويجري في الناحيه الثانيه. تحمل اداء اللعيب بدا من عند القمع الاولاني يجري على القمع الثاني يشوط، القمع الثالث، القمع الرابع، القمع الخامس وهكذا الامام دي كلها، بحيث ان انت خليت عنده تحمل اداء الى حد ما. في النص انت كمدرب ستوب، انت عندك هنا في المرحله دي بتشتغل بيها وتقول له في عندك اعاقات. طبعا لو في امكانيه في بعض الانديه زي وادي دجله مثلا عندنا سمارت بول بنقدر نشتغل بيها كاختبارات وتدريبات بنشتغل بيها، في محطوطه على الابلكيشن المدرب بره او الموبايل بتاعك بيشتغل بره يقول لك والله انت في الشوطه الاولانيه والشوطه الثالثه كانت كويسه جدا، الكيرف كويس، سرعه الزاويه الخروج بتاعتك كويسه جدا، لكن رقم 5 و2 كانوا مش كويسين، الزاويه كانت غلط، السرعه بتاعتك كانت مش مظبوطه. يبقى انت عارف اللعيب بتاعك رقم واحد ده اللي اسمه سين عنده مشكله في الشوطه الخامسه والشوطه الثانيه، لا يبقى انت تركز معاه جدا المره اللي وراها تقول له خلي بالك الشوطه الثانيه كانت وحشه جدا والخامسه كانت عندك وحشه جدا، ركز فيهم عيوبك 1 2 3. دي طبعا خطوه متقدمه لو في امكانيات جوه النادي. هنا ممكن تحط له مرتبه على الارض باللون الاصفر دوت، انا دي شكل مرتبه، ممكن احط له يعمل رشقه، يعمل ضغط، يعمل بطن، يعمل اي حاجه، في الاخر يقوم ياخد الكوره استلام دريبلينج بعد كده جامب شوت. الناحيه الثانيه ممكن تشتغل بيه خطوات رجلين ديفنس، هو اللعيب يلف يمين ثلاث خطوات شمال سبرنت بستلم الكوره برده بيعمل جامب شوت في المكان برده مع التغريد. هنا ممكن اعمل له شكل ثالث او شكل الرابع باداء الخططي اللي انا شغال بيها. الدريل ده اشتغلناه قبل كده في الارتكازات، هنا بمثل له او بربط له الشغل بتاعي ان ممكن اللعيب عنده ممكن يلف من ورا القمع عشان يشوط من هنا، اللعيب الثاني يشوط من الناحيه الثانيه. نفس التدريبه دي عملتها 18 او 20 ولكن حركت القمعين، ان ممكن في خلال الشغل بتاعي ممكن اللعيب بتاعك بتعمل مثلا تكتيك معين، اللعيب بتاعك سي مثلا بوينت جارد بيباصي للعيب 2 بعد كده بيلف من ورا اللعيبه الثانيه كلها يبقى في السايد ده ويستلم ويشوط وهكذا، الملعب كله بيمشي، اللعيب الاولاني معهوش كوره وكله مع كور عدا اللعيب الاولاني ويبدا فيها استمراريه عاليه جدا. انا ممكن اقول ان احنا ممكن بعد كده بنصعب التمرينه، انا من هنا انا كنت الاول بحط الديفنس في الورا، لا الديفنس احطه من اول خالص، انا متخيل هو مثلا بيعمل بريس عليه بشكل برضه متدرج ان انا اقدر من خلاله احط اللعيب تحت ستريس ممكن يعمل مهارات يمين وشمال في الاخر ابدا اشوط. اوكي انا هنا ممكن احط اللعيب بتاعي تحت ستريس برضه ديفنس سلبي متوسط ودفاع صعب جدا، نفس الدرم ممكن ابصيله عملناه قبل كده بس لكن بشكل تاني او بزاويه تانية. ممكن الشكل الخططي بتاعي يكون في سكرين في ستار، طيب لازم اللعيب برضو بتاعي يتعود ان هو اثناء التصويب يمر بالشكل ده
انا اوريدي عملت ستار عملت سكرين بيعدي وتقول له ستوب من هنا شولدر اند شولدر بيحط الدريبل شمال جامب ستوب بتعمل ايه من جامب شوت مهم جدا ممكن تنوع له تاني شكل السكرين او مكان السكرين ده كان من دي من تحت لفوق لا ستوب من هنا من يمين شمال من رايت اند ليفت او من ليفت اند رايت ممكن من هنا بعد ما جري اللاعب بتاعك اللاعب اثنين معوش كوره هو اللي هيشوط يعمل سكرين للاعب واحد يعمل دريبلينج سريع دربلاه او اثنين وتعمل باطنج يعمل جامب ستوب ويعمل جامب بعد اللاعب واحد خلاص اوريدي بعد بمباصه بيجري سبرنت للاعب رقم ثلاثه يعملوا سكرين اللي بيقوم نفس الكلام يبقى احنا من الشكل دوت عملنا اكتر من تدريبه اكتر من مهاره اكتر من فينش ممكن تستخدمه كتدريبات فينش عادي جدا ممكن تستخدمه كتدريبات مع فعلا للفينشنج او الجزء بتاعك للتصويب بتاعتك بسكرين او بشكل اخر اخر دريل في الشوتينج انا يعني هو فور كورن الشكل عندي كله بنبدا احنا واقفين بالشكل دوت باسنج ما كده يجري يستلم الكوره في الاخر خالص لعيب اربعه هو اللي بيعمل لي اب شوتينج او بيعمل تصويب انا مجزاه بس عشان توضح طبعا لو حطيت الشبكات كلها مع بعض او الخطوط كلها مع بعض مش هتوضح ولكن انا حطيتها بالشكل دوت ان احنا من خلال الفكره دي تبدا من خلال الفور كورنر طبعا الناس كلها يعني اغلبها عارفاه ولكن انا بقول من هنا فينش الرابع دوت يبقى تستخدم باسنج كتير في بعد كده في الاخر تخلص الشوتينج سواء لي اب او تصويب جامب شوت ده برضو الفيرتا ماسك ممكن احطه بشكل تاني لو انا قدرت احطه انه ممكن احط الاساتيك دي بشكل معين ويبدا يشوط وابدا احسن له الجزء الخطط بتاع سوري الجزء البدني بتاعه عشان اقدر اطور اداء تصويب من الغزل هنخش التمرير طبعا احنا اغلب الناس عارفه الماسكه بايدين سوري التمرير بايدين بايد واحده شيست باس بانك باس اوفر لو بدراع واحد مثلا ويدربل مثلا بيباصي مره واحده ممكن باي شكل اشكال دربل او انواع الدربل نخش على طول عشان التايم بدا يسرق مننا شويه ممكن من خلال دربلينج باسنج دريل رقم واحد من خلالها ممكن اقدر اباصي في الاخر حد اربع لعيبه واقفين بهذا الشكل اثنين وثلاثه يبداوا يباصوا بعض سريع جدا وفي الفينش بيبدا الفينش اربعه او فينش واحد اين كان وفي الاخر وانت راجع بتبدا شكل من اشكال اين كان تلعب اثنين ضد اثنين بترجع نفس الشكل ترجع فاست بريك المهم في الاخر انت من خلال الباسنج تبدا تطور او مشاكل التدريب الواحده تطور الدريل بتاعك الدريل الثاني نفس القصه من هنا بتبدا شغل الباسنج باصه 3 2 او ده الشغل سوري ده جزء التكمله بتاعته بتبدا برده باصه 2 2 ل 4 4 بيعمل دريبلات ثانيه يكون واحد اللي هو ما عملش اللي هو ما لمس الكوره بيرجع مستعد العكسي بيبدا يحط باسكت بمنتهى السهوله هنا الجزء الثالث او الجزء الدريل الثاني بتاعنا ممكن ابدا اشتغل فيه في وجود ديفنس التمرين دوت من التدريبات المحببه ليا يعني ان انا احطه خليه باصي بشكل معين في وجود ديفنس سلبي اللاعب رقم واحد الديفنس دوت واقف على الدايره ما يتحركش براها رقم 2 ما يطلعش بره الدايره 3 ما يطلعش بره الدايره انا بتحكم في وجوده كمجرد بس في النص بيعمل شوشره على اللعيب اللي هو بيعمل الباص بيباص لغايه الاخر نوصل لغايه الباسكت واللي يوصل لغايه الباسكت الاخر هو بيكمل بطريقه كويسه نفس الكلام لو بدانا بنفس الشكل لو انا الشكل اللي فات اللي هو دريل واحد ان اربع لعيبه معاهم كورتين بيعمل باصه ويجري عكسي بيستلم من اربعه اللي هو اثنين وثلاثة بيستلم من واحد وباصة سريعة لغاية الآخر وفي الآخر الفينش بيبقى أربعة وبيخلص في رقم واحد معذرة بس في الآخر بدأت تسرع شوية عشان التايم بدأ يبقى ياخد مننا الدريل اللي بعد كده اللي هو برضو خاص بالدريبل برضو نفس الكلام باصة واحد اثنين بيستلم هنا عندي ممكن في الاستلام في الشكل اشكال ثلاثة واشكال أربعة دوت أو اللعيب رقم أربعة أو اللعيب رقم ثلاثة واللعيب رقم اثنين بيبقى شبيه بنفس الموقف بتاع الجيم لو بفترض اللعيب رقم واحد عمل ريباوند بيطلع بره الملعب بيباص لاثنين اثنين ممكن يعمل في كات بسيط عشان يستلم اول ما اثنين يستلم ثلاثه بيروح في كات ويستلم يستلم من عنده
يبدا يباصي الاربعه، قبل ما يباصي اربعه يعمل بي كات ويستلم، عشان يستلم يحط باصه سريعه جدا. ده ممكن نخليه بيسموه وورم اب ويشتغل في فتره احماء سواء ماتش او تمرين. التدريب اللي بعد كده انا مقسمها ثلاث اجزاء اللي هي بيسموها عندما يكون في فروقات فنيه تصنيف ده غير ايوه في حاجه محمد؟ الو الو يا حبيبي في حاجه؟ لا لا كمل كمل تمام اوكي اسف لسه ما صوت فقلت في في طيب مثلا انا قدامي دقيقتين وخلاص. التدريب دوت احنا اللي كلهم الاربعه فور كورنز الاربعه بيعملوا دريبلينج في على نقطه معينه بيعملوا جامب ستوب بيعملوا ريتيرن بعد كده يعمل فيها باص للنوع الثاني لزوم ويخشوا. انا بعتبره تمرين حمايه اكتر ما هو تمرين اساسي في الشغل بتاعي. بعد كده الدريلات اللي بعد كده اللي انا شغال بيها فيها برضو جزء من الفور كورنر باص ده من عند مشهور ناس كتير بتستخدمه، خمسه بيباص الواحد بيجري بيستلم منه بيباص الاربعه بيستلم منه. في الانواع دي في الاشكال دي كلها في الجري ممكن تنوع شكل من اشكال الباسنج بتاعتك، من هنا بيباص سريع ويحط باسكت، هنا اقول لا باص بدراع واحد باص بيد واحده باون باص اوفر باص، اي شكل من اشكال انت حاسسها ان هي عندك فيها مشكله وعندك اخفاء فيها ممكن تركز عليها. التمرين اللي بعد كده اللي هو باسنج دريل ده 7 باص، ممكن كمان ان انا ممكن اقدر كل لعيب اباصي كل التلاته مع بعض بيباصي اقدر استلم تحت ضغط برضه اللعيب المدافع بشكل تاني، يعني هي ولكن بشكل تاني، يعني واحد بعد ما يباصي الاثنين بيقطع من قدام بيعمل فيكات ويستلم او بيعمل فيك ويستلم من ورا واحد المدافع بيستلم من اثنين ويبقى كده يباصي لثلاثه ويستلم منه ثاني يباصي لاربعه ويعمل نفس الكلام اللي عمله قدام واحد بيعمل جري خداع فيك ويروح يستلم وهكذا. كل ما هو انت بتشبه له كل ما هو قريب للجيم. في ديفنس في النص بيشتغل في حاجه بيشتغل عليها ونقدر من خلالها بتطور التمرين بتاعه. التمرين دوت من التمرينات برضو الشيقه اللي انا بحبها جدا اللي هو رقم 8 التمرين قبل الاخير على ما اعتقد، ان انت بخليه باصي تحت ضغط قدامه بقى كل اول مثبت الديفنس وفي الدوائر ما يتحركش، مره يباصي قدامه مره يعمل فيكت ويستلم، لا المره دي قدامه بيبقى بيباصي ويعمل سبرنت عشان يستلم من اثنين. مهم جدا الاستلام، يبقى هنا استلم يستلم ازاي بيعمل ثيرد تريبل بوزيشن بتاعك وينقل رجلي ارتكاز عشان يباصي لثلاثه ويجري سبرنت يهرب من المدافع عشان يستلم في مكان معين، ونفس الكلام ارتكاز وشاف ايه وينقل على اربعه لغايه لعب اربعه. التمرين دوت التمرين المحبب جدا عندي متعبه جدا، بتباصي تحت ضغط وتستلم تحت ضغط الاثنين مع بعض، مش مجرد اللي انت بتشال عليها واشتغل عليها. التمرين وراه بعد كده الصب اللي هو التاسع بتبدا اللعيب رقم واحد او واحد بيبدا باصي الكوتش ويستلم الكرة من الناحية التانية لي ويعمل لي اب، ده تمرين سهل ممكن اعمله استلام. تمرين بعد كده اللي هو بنسميه باسنج برضو كتير قوي او بنشتغل فيه باسنج باص طولي عالي، انا مقسمه جزئين، الجزء الاولاني واحد بيعمل دريبلينج بعد كده باص الاربعه يجري سبرنت خمسه بيستلم منه ويحط باسكت او العكس اثنين برضو بيعمل باصه ويرجع يستلم تاني من الجزء التاني بتاع الملعب. الديفنس كده خلصنا الى حد ما الشغل الهجومي، فطبعا سامحوني ان انا هقتصر جدا الديفنس، طبعا الوقت خلص يعني، لكن هقتصر ببساطه قوي ديفنس. ان شاء الله ان شاء الله لو في امكانيه مع الدكتور ايهاب ان احنا ممكن نفرض الديفنس زي ما فرضنا كده الهجوم بالشكل ده. لازم الدفاع طبعا هقول عليه كلمه واحده ان هو لا يخضع للتوفيق ولا الحظ ولا تغيير ملعب ولا العكس، لكن بيكون قاعدة أساسية جدا للهجوم. طبعا مش هقول ان زي المدرب يحفز اللعيب المدافع اللي بيتغير جوه الملعب بيتغير ازاي وهكذا. هقول بسرعه جدا كده المهارات الاساسيه في الفوت ورك والديفنس، محضر حوالي اربع تدريبات لكن انا بتكلم على
الديفنس وقفه الاستعداد الدفاعيه ازاي بتقعد بيقف استعداد الجسم عامل ازاي قاعده تحت في شكل الذراعين ماشي ازاي بتحط كليك ديفنس ازاي المسافه ما بينهم ازاي متحرك يمين شمال شمال يمين بتتحرك بشكل قطري وخطوات للخلف في لفظ جميل قوي بقوله بنتعلمه من اساتذتنا يعني من خطوات الديفنس سواء يمين او شمال او قطري يبقى كعب مش زي لعيب السلاح بالظبط مش مجرد بشكل بتتجه ليمين شمال زي ما الخطوات اللي تحت دي بتتجه كعب مش لغايه الاخر غير ما انت بتتحرك بشكل متساوي او كف رجليك مع بعض اشتغل ليه دي اشكال ديفنس او اشكال دريلات الديفنس انا بقف كده كمدرب ممكن اقول يمين يمين شمال شمال عشان بعلمهم ازاي بحركهم ممكن الشكل يبقى قطري يبقى هم واقفين اقول قطري يمين اللعيب بيتجه اكن اللعيب خد بوزيشن او خد ارتكاز راح اتجاه يمين وبخليه يتحرك ناحيه اليمين وممكن تمرين اخليه يحركه بالكوره مش لازم يتحرك لوحده ولكن مع الكوره يعمل دريبل يمين في اتجاه شمال او دريبل شمال في اتجاه اليمين ممكن احرك اللعيب بتاعي بشكل التمرين الثاني من خلال الرمية الحرة بشتغل زجزاجي يمين عند الإقماع بشكل من الأشكال التانية أو بشكل الملعب كله بشتغل زي بالضبط التمرين اللي عملناه بتاع الدريبلينج بس بشتغل ديفنس فقط بشتغل من هنا نص الفاول شوتينج عند الإلبو فوق 3 بوينت نص الملعب وهكذا رايح جاي بكل الخطوات أو بشتغل في نص الملعب اتجاهين ببقى في نص الملعب او بشتغل في نص الملعب بروح سبرنت بعمل خطوط ديفنس وبرجع تاني لنقطة البداية بتاعتي التمرين دوت برضو بتعتمد على خطوط دفاع انا مسميه ميرور او مراية للديفنس للاتاك بتاعك الديفنس عندي هنا هو اساس اللاعب رقم واحد ده بتجي في اي اتجاه بروح يمين بروح معاه شمال بروح معاه بيجري سبرنت باجري سبرنت انت المراية بتاعته لو اللعيبة عندك اوريدي زادت بحط اتنين هنا بحط اتنين هنا بحط اتنين هنا كل خط طولي او سوري خط عرضي بتاع الملعب بقدر احط عليه الشغل بتاعي ممكن اشتغل عليه مرة تانية بحط عليه بقى هنا بقى بعتمد نفس الدريل ده عملناه في الدريبلينج لكن هنا الهدف بتاعي هدف ديفنس هنا بتحرك ازاي لما بروح ناحية اليمين خطواتي بالسلاح كعب مشت كعب مشت لغاية الأمة وازاي احول رجلي من الشمال لغايه اللاين واشتغل معاه بعد ده اخر دريل بعمله او اخر دريل بعمله شكل يعني الدريل ده ممكن اطلع منه بالظبط خمس تدريبات عباره عن هنا بشتغل في دريل الاولاني دوت ان انا احط خطوه واحده اقول نو ميدل هنا بمعنى اللاعب الاولاني رقم واحد بيعمل دريبلينج لغايه نص الملعب في نفس التوقيت اللاعب رقم واحد بيجري لنص الملعب خلاص ومن هنا بتبدا نو ميدل لغايه اخر ملعب خلاص في نفس التوقيت اللاعب الثاني رقم اثنين مع الديفنس رقم اثنين بيعمل حركه عكسيه عكس اتجاه الملعب رقم واحد اثنين بيعمل دريبلينج لغايه نص الملعب اثنين بيطلع له نص الملعب وبعد كده اثنين بيمنعه ان هو يروح نو ميدل بهذا الشكل نفس التمرينة أعمله 2 ضد 2 أعمله 3 ضد 3 وده أقصى حاجة ممكن أعمله من نص ملعب ممكن أعمله من أول ملعب ممكن أعمله بكذا شكل المهم بشغل ملعب تخيلوا لو في لحظة واحدة أو في طلع في 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 تدريبة واحدة أربع لاعبين شغالين في تو سايد سايد في سايد يمين أو سايد رايت سايد لاي وهنا السايد الثاني الشمال بعدهم مفيش ثواني واشتغل الاربعه اللي وراهم الخمسه اللي وراهم وهكذا طيب ايه الافاده في التمرين اللي انا بقوله دوت الافاده ان انا واحد مع واحد مش كل مره هشتغله مع بعض لا هنا لو بفترض الاثنين هنا في السايد العكسي هنا شغالين لا واحد مع واحد بقوا مع بعض او واقفين ورا بعض واحد بيروح مع واحد تاني واثنين بيروح مع واحد تاني يبقى اذا هنا بقدر اوصل اللعيب انهم كلهم يشتغلوا مع بعض انا محمود صاحبي ولا احمد صاحبي ولا مين صاحبتي ما ينفعش شغالين مع بعض نتدلع مع بعض شويه وحفظنا بعض لا المره دي هتبقى قدام لعيب بيج مان المره دي تلعب مع بوينت جارد انت مع جارد يبقى كل شويه تختلف يبقى انا كمدرب
بتحكم في ايقاع التمرين وبضرب. لا المره دي اوريدي انت بيجمان اشتغل مع بوينت جارد مفيش مشاكل عندي، ننزل مع ديفنس سرع رجليك عشان يسرع. ولو بيجمان مع بيجمان مثلا بفترض انه طبعا مفيش في السن ده تحديدا، ولكن انا بفترض لعيب طويل مع لاعب طويل بيلعبوا مع بعض سرعتهم هتبقى مع بعض كويسه جدا. طب لو لعبت جارد مع بيجمان او لعيب بيبوت مع لعيب جارد او بوينت جارد، لا انت بتنمي اللعيب بتاعك اللي هو طويل او شغله. نفس الكلام اتنين ضد اتنين، اتنين بيطلعوا اتنين ديفنس ويشتغلوا. هنا بقى ممكن تحط حاجه تانية، ممكن تحط انت بتحط هنا هيلب ريكفري تعمل جامب. طبعا نكون لعب مع لعب نو ميدل رقم واحد جامب ستوب ذا بول ده المبدا الثاني. اوكي باللعب الثاني بيعمل هيلب اند ريكفر وتحط ثلاثة أربعة خمسة، المهم في الاخر توصل بشكل معين من اشكال الديفنس. طبعا انا بعتذر ان انا ما فردتش الاتاك لما شرحتها بس ضيق الوقت وقابل الموضوع نفسه. اخر حاجه ده برضو جهاز بيساعدني اللي هو جهاز بتاعي بيرت ماكس، لكن بستخدمه بشكل تاني ان انا بشتغل بيساعدني ان انا اشطر خطوات دفاعيه كويس. اخر حاجه الملخص طبعا بتاعي اللي انا يعني اشكركم على الاستماع، ان انا بهتم جدا بالتفصيلات الدقيقه جدا عن تدريب وتعليم كل مهاره، بمعنى ما فوتش اي حاجه. زاويه ايدين، زاويه مفصل، زاويه ايه البوش بتاعك، لا انت البوش بتاعك جه من ظهرك، لا خلي البوش بتاعك من رجليك، مهم جدا. النقطه الثانيه مراعاه ترتيب تعليم المهارات، مهم جدا ان ايه بعد ايه وايه بعد ايه من السهل للصعب، والمهاره بتشتغلها عرفها له الاول وبعد كده من خلالها تقدر تشتغل عليها. ربط تطوير مستوى التدريبات لكل مهاره بمهاره جديده تانية. انت النهارده اشتغلت تدريب مهاره معينه اوكي خلصتها، المهاره الثانيه ما تخلصها له اربط القديم بالجديد قبل او بعد عشان الولد او البنت تقدر من خلال الشغل ده تقدر انت بترفع مستوى كفاءه المهاره. عمل تدريبات فرديه لكل مجموعه عن متاخره الفريق. انا عندي بشتغل والله لا انا شايف مثلا والله ليكن سين وصاد وعين عاوزين تدريب، لا ستوب تعالوا هنا، تعالوا لي الصبح، تعالوا لي بالليل، تعالوا لي في وقت معين الملعب فاضي، تعالوا نشتغل مع بعض عشان نقدر من خلالها ان انا اعلي جميع الفريق، مش ههتم بفريق 7 8 بس واسيب بقيه الفريق. اخر حاجه اقولها عمل متابعه يوميه موجوده في جدول عندك، لازم يكون عندك انت كشكول، عندك اجنده، عندك دفتر، عندك اي شكل من الاشكال. المهم في الاخر تقول لنفسك والله النهارده التدريبه دي كان في هنا مشكله عندي، عشان التدريبه اللي وراها ابدا احلها من خلال الجدول الكبير بتاعك بتاع التخطيط. كل يوم عندك انت في ايه، انا بعمل تخطيط من اول يوم في الموسم لغايه اخر يوم في الموسم انا شغال ازاي، شغال هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه، مع كل مره في جدول متابعه ليا انا بحاسب المدرب بيحاسب نفسك. انا اشتغلت التدريبه دي لا كانت شويه الى حد ما ممله. اخر حاجه انا ما كتبتهاش وفي الملخص مهم جدا جدا جدا، ازاي نعمل فان دريبل او فان اكسرسايز للفئه دي بحيث ان انا اطلع اللعيبه وسط الروتين. انا ممكن اعمل تدريب معينه اشرحها ببساطه. لو احنا واقفين مجموعتين قدام الخط الفولشوتي الخط الطولي، لو قلنا لبيت المنديل بس بالكوره نلعب 1 اون 1، انت بتنمي التدريب الديفنس، بتنمي الدريبلينج، بتنمي الاستلام، بتنمي سرعه رد الفعل عشان شكل تمرين فن شويه، لكن انت جواك ما تقولوش ده تمرين، هو الباين هو فن، لكن انت جواك بتعلم الولد او البنت ازاي بتحط باسكت في مسافه صغيره جدا واللعيبه دي ما تتحركش مكانها، ازاي تشوط بسرعه قبل ما الديفنس يجي، ازاي اعمل ريباوند اروح اعمل متابعه للكوره وهكذا. وبشكركم على المتابعه، وده كان اخر حاجه، وانا بشكركم على المتابعه ويا رب اكون وصلت جزء بسيط حتى لو هو مراجعه لي ان هو حتى اقدر اشتغل من خلالها او اقدر اركب تدريبات معينه. وشكرا. شكرا يا كابتن محمد. الحضور الجميله دي بس حضرتك بس تقفل الشيرنج. انا حابب اشكر حضرتك على المحاضره الجميله دي والله، يعني اتوقع كل الناس والله يعني. وعندنا طبعا بعض الاسئله لحضرتك ممكن بس تجاوب عليها. I would like to thank Dr. Mohamed Kamal for this wonderful lecture, and there are some questions. I want you guys, I would like Mohamed to answer them. بيقول لك
بيسأل السؤال هو بيقول لك ما هي المعايير الأسس التي يراعيها المدرب لتطوير الأداءات المهارية في هذه المرحلة؟ What are the main things that the coach make sure that the young players they have it? اوكي سؤال جميل وشيق يعني القصه كلها كل واحد مدرب فينا عارف بيسموه الاداء الفني بتاع كل مهاره بمعنى انا مثلا بشوط جام شوت المعايير ان انا اعمل بوشنج في الريست الكوره السبين بتاع الكوره مش ازاي لغايه توصل الباسكت زاويه الخروج بتاعتي الكيرف شكله ايه كل دي معايير لازم المدرب بتاعنا لازم يكون عارفها كويس قوي اساسا انا اقدر اطور اللعب ده بمعنى انا شايف في قصور في الكيرف يبقى اعمل له تدريبات للكيرف ممكن بتمرينه بسيطه لو انت لعيب قدامي احنا ثلاثه لعيبه انت قدامي وفي لعيب وراك انا ممكن وانا قاعد على الارض جلوس طويل او ثالث رجلي اشوط من فوقيك يبقى انا كده بعلي الكيرف كتدريبه معينه اقدر من خلالها اقدر اوصل اكتر حاجه معياريه للشوتنج صح في الريست مش مظبوط لا اشتغل بول هاندنج كتير قوي ولما اتركتش عليني بول هاندنج خالص لكن قلت مش 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 في موضوعنا لكن اشتغل بول هاندنج كتير يستغل في الريست لازم في كل مهاره فيها اداء فني ليها معايير ليها شكل فني من خلالها اقدر اطور الشكل ده هل كده قدرت اوصل طبعا في طب انا في حاجه ثانيه هستاذنك يا محمد ممكن في نقطه معينه اوصل او اول حاجه ظاهره قوي احنا في ان في المهاره نفسها بتمر بثلاث مراحل المرحله الاولى مرحله التوافق الاولي اللي انت ازاي بتتعلمه بيعمل يمين مثلا هنقول على اللي يمين شمال هيشوط التوافق الجيد ممكن تخليه مع اداء سرعه التوافق الجيد او الاليه في الاداء نفسه خلاص بقى بيعرف يعملها من غير موجود ديفنس موجود يحط زمن يعمل سبرنت في مهاره قبلها دي الحاله الاليه اللي بيوصل بيها اللعيب اللي هو وضحها من خلال الشغل والله اتفضل وصل تاني بس احنا يعني اخر حته دي بس ما سمعناهاش بس ما وصلتش كويس اقولها تاني خلاص مش مشكله يعني بس هي كانت انا ممكن اشرحها شوف الاسئله الباقيه او في اسئله ثانيه ممكن اشرح اجاوب عليها كتابه وبوصلها ليك وتوصل على هو في يعني في الاسئله الثانيه بقى كلها كتابه وايه يعني هنبعتها لحضرتك وحضرتك تردها علينا شرفينا ان شاء الله يعني حابب اشكر حضرتك مره كمان على المحاضره الجميله دي اشكرك على المحاضره الجميله this wonderful lecture again وما تروحوش بعيد عشان دكتور ايهاب جلال عايز يقول لكم على حاجه بخصوص نهايه الكورس وكده شكرا جدا شكرا محمد شكرا كدكتور مع السلامة